السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في فيديو اليوم بنتعلم طريقة إنشاء اللوفرز والسكرينز في برنامج الربت المعماري. إذا تحب تركز بالفيديو وطريقة البناء بدون ما تطبق الخطوات، ممكن تنزل اللوفر اللي بنصممه في هذا الفيديو مجانا من أول رابط تحت الفيديو. كل اللي عليك تسويه تدخل على الرابط، تكتب اسمك إيميلك وبيوصلك رسالة على الإيميل، تأكد من خلالها اشتراكك في الميلينج لست وتقدر تلغي اشتراكك في أي وقت، بعدها بيتحمل معاك الملف مباشرة. أما ثاني نقطة حابة أنوه عليها قبل لا نبدأ، أنه في كثير مواقع مجانية توفر لوفرز وسكرينز بجودة عالية، تقدر تحملها مجانا من الإنترنت. وكثير من هذه اللوفرز فاميلي تتميز بأنها بارامتريك، يعني كاستمايزبل أو قابلة للتعديل من حيث المواد أو المقاسات أو الاثنين مع بعض وغيرها من التفاصيل اللي نقدر نتحكم فيها. تكلمنا عن هذه المواقع في فيديو منفصل وعرفنا مميزات هذه المواقع، طريقة التحميل منها وكيف نستغل الوقت نستفيد من الفلترز الموجودة. ظاهر لك الآن رابط الفيديو على الشاشة، وحطيت لك أيضا رابط الفيديو في الوصف تحت الفيديو لو تحب ترجع له. أما لو تعرف كيف تستخدم هذه المواقع، حطيت لك كل أسماء المواقع وروابطها أيضا في الوصف تحت الفيديو عشان ترجع لها بشكل أسرع. لكن أعتقد من المهم نتعلم كيف نبني مو بس لوفرز، أي شيء نبغاه في ريفت. أحيانا يكون عندنا تصاميم معينة نحب ننفذها، requirements أو متطلبات معينة نحب نحققها. خلونا الآن ننتقل للريفت ونشوف الخطوات العملية مع بعض. في هذا الملف عندي simple model متكون بس من 3 walls وfloor وroof. الخطوة الأولى اللي بنسويها إنه بنجهز المولينز لللوفر والفريم. نسوي كذا بأننا نروح للبروجكت براوزر، ننزل تحت للفاميليز، بعدها نروح للكارتن والمولينز، نضغط على الزائد بحيث أنه يفتح لنا الأنواع، بعدها الريكتانجلر مولين، نضغط أيضا مرة ثانية على الزائد، بيجينا على هذا النوع 50×150 mm، نضغط عليه في الماوس رايت كليك ونختار دوبليكيت. من هنا بس نسميه بحيث أننا نميزه لما نجي نستخدمه بعدين في الكارتن وول. نخلي المقاس 10×100، نشيل الاثنين وكذا نكون خلصنا. بعدها نضغط، طبعا خلصنا بس من التسمية، بس نعدل على الاعدادات بان نضغط عليها دبل كليك. من هنا اول شيء ندخل المقاسات اللي احنا نبغاها، عندنا الثيكنس نبغاه 100، نضغط على هنا 100. بعدها بالنسبة للثاني دايمنشن اللي هو 10، بنقسمها هنا على القسمين السايد الاول والثاني، يعني بنخليها 5×5. الخطوة الأخيرة إننا بنغير الماتيريال من هنا، الأي ماتيريال اللي إحنا نبغاها، مثلاً لو نبغى ود، مثلاً نختار هذا النوع، نضغط على User Render Appearance، بعدها نضغط على أوكي، أوكي. النقطة الثانية بنجهز أيضاً مولينز للفريم، نروح لنفس النوع اللي اخترناه ونضغط عليه في الماوس رايت كليك، نضغط على دوبليكيت، نبغى نفسه، ما راح نغير الأعدادات كثير، بس بنغير الماتيريال، بس نغير الاسم. عشان لما نختار بعدين يكون سهل علينا نميزه. نضغط على دبل كليك، نغير بس من هنا الماتيريال، نضغط عليها، نختار اي ماتيريال، مثلا اغمق، مثلا ايرون، نختار هذا، نضغط على يوزر انتر ابييرنس اللي هو هذا الرمادي الغامق ونضغط على اوكي. ثاني خطوه بننشئ كيرتن وول للوفر بانل، نضغط على دبليو اي عشان ندخل على الوول كوماند في ريفت، او ان نروح من اركيتكتشر ونضغط على وول. من هنا من البروبرتيز ننزل على تحت ونختار البيسك تايب من الكيرتن وول اللي هو هذا الاول، بعدها ندخل على اديت تايب، ومن هنا نضغط على دوبليكيت، نسميها الاسم اللي نبغاه، مثلا هوريزونتال لوفر، بحيث ان نميز الاسم بعدين، ونضغط على اوكي. الخطوه الاولى من هنا انه الكيرتن بانل نخليها امتي، ننزل على تحت في مجموعة من الأنواع اللي هو هذا النوع، بعدها ننزل على تحت ونختار بس الهوريزونتال جريد إنها تكون مثلا ماكسيموم سبيسينج نخليها 80، وبعدها ننزل على تحت من الهوريزونتال مولينت ونختار النوع اللي احنا سويناه اللي هو اللوفر، وبعدها نضغط على اوكي. آخر خطوة بنسويها إنه بننشئ كيرتن وول للفريم، نروح الإديت تايب مرة ثانية وبعدها نختار على دوبليكيت نسميها فريم ونضغط على أوكي. بعدها الكيرتن بانل بنختار البانل اللي لسه انشأناها في الخطوة السابقة اللي هي الهوريزونتال لوفر، بعدها ننزل على تحت نختار الفيرتيكال جريد يكون ماكسيموم سبيسينج، وبعدها نخليه مثلا متر، وبالنسبة للهوريزونتال جريد أيضا ماكسيموم سبيسينج بس نخلي السبيسينج مثلا مترين.
ننزل على تحت بالنسبة للمول، ينزل الفيرتيكال والهوريزونتال كلها بنختارها الفريم اللي احنا سويناه بالخطوة الأولى اللي هو هذا. من الأسهل إنه نسوي له كوبي، نحدد عليه، نضغط على كوبي أوكي، وبعدها نجي ونسوي له بيست. سكرنا هذه بالغلط، نسوي بيست هنا لنفس النوع أوكي. لما نخلص نضغط على أوكي. الآن تقريبا صرنا جاهزين، مجرد لما نروح نرسم في البلان ونشوف كيف يكون شكله. نروح الليفل 1، نسوي زوم ان، نروح للبول، نختار الفريم، بعدها نجي نرسمه هنا بهذا الشكل. نتأكد من الاتجاه، السهم على برا أوكي. بعدها نروح للثريدي نشوف شكله، فصار هذا الشكل في 3D. نسوي ايسوليت علشان نشوفه بشكل اوضح، نختار الوول، نضغط على التاب بحيث انه نحدد على الوول كامل، نختار ايسوليت من هنا، وهذا صار شكله النهائي. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اتمنى يكون استفدتوا والشرح واضح والخطوات بسيطة. لو عجبك الفيديو وتحب تشوف مواضيع مشابهة على القناة، اشعرني بالضغط على زر اللايك، ولو تحب تتعلم اكثر وتطور من مهاراتك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة، بينزل فيديو جديد كل نهاية اسبوع. لو عندك اي سؤال استفسار او اقتراح لا تتردد بمشاركته بالتعليقات. واخيرا اشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. في أمان الله.